الرجل اليسرى لعلي معلول. 42 مقابلة دولية مع المنتخب الأول. إذن ننتظر في تنفيذ المخالفة من جانب المنتخب التونسي. علي معلول والخروج الحارس أنتوني لوبيز. مرة أخرى التوزيعة والمحاولة من فخر الدين بن يوسف والتسجيل لصالح المنتخب التونسي والتعديل. حمد لله المنتخب التونسي اهتدى للتعديل بفضل التوزيعة الدقيقة من جانب علي معلول. يلزم العمق وتوزيعة والتدخل ممتاز والارتماء من فخر الدين بن يوسف والمنتخب الوطني التونسي يهتدي إلى التعديل في وقت ممتاز. وثم ثغرات في محور دفاع المنتخب البرتغالي. يلزم المجازفة. شوفوا التوزيعة الممتازة لصالح المنتخب التونسي. يوهان بالعلوان معناها ما كانش مشارك في الوضعية الأخيرة. وفخر الدين بن يوسف يغالط الحارس أنتوني لوبيز وتزامن هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي مع خروج القائد بيبي والتوزيع الممتازة الدقيقة من علي معلول والارتماء من فخر الدين بن يوسف. هذا يا أخي سالو هذه الوضعيات اللي حبتها الاندفاع من جانب اللاعب اللي خدامه كانوا في الفترة الثانية 2-2 في ملعب براغا بين المنتخب التونسي.